أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر وعلى هامش أعمال لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك عن تخصيص مبلغ 203 ملايين دولار في إطار تسعة مشاريع دولية جديدة لتوفير المزيد من الخدمات لتحسين صحة الأمهات والأطفال في الدول النامية ومكافحة سوء التغذية. علما أن هاربر سبق وتعهد أثناء قمة مجموعة الثماني التي عقدت في موسكوكا في مقاطعة أونتاريو الكندية عام 2010 بتقديم مساعده دوليه بواقع مليارين وثمانمئه وخمسين مليون دولار للغرض نفسه واوضح امس رئيس الحكومه الكنديه ان اوتوا سددت لغايه الساعه ثلثي المساعدات الموعوده كشف برنامج أنكات الذي يبث عبر هيئة الإذاعة الكندية راديو كندا عن معلومات جديدة تدعو للقلق تتعلق باختراق محتمل للمافيا لوكالة الدخل الكندية فوفقا لمعدي البرنامج تبين أن الوكالة حررت شكا تناهز قيمته 400 ألف دولار كتسديد للضرائب للزعيم السابق للمافيا في موريال نيك ريزوتو والذي اغتيل عام 2010 على الرغم من أنه لم يكن يحق له بهذا المبلغ هذا ويرى عدد من المراقبين في وكالة الدخل الكندية أن هذا القرار قد يكون ناجم عن الفساد في صفوف الوكالة الحكومية نعيد التذكير أن الشرطة الفيدرالية الكندية أوقفت في تشرين الثاني نوفمبر 2006 نيكري زوتو في إطار عملية حملت اسم كوليزي والتي صنفت يومها على أنها أكبر هجوم للشرطة على المافيا الإيطالية في تاريخ كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها غير مستعدة للتصرف في الوقت الراهن من أجل فرض قواعد صارمة على شركات النقل عبر السكك الحديدية لكي تكشف للبلديات التي تمر عبر أراضيها عن نوعية المواد التي تنقل عبر القطارات وعد أمس وزراء النقل في الحكومات الكندية والذين اجتمعوا في مدينة وينيبيغ للمرة الأولى بعد تاريخ حادث القطار في بلدة لاك ميغانتيك عادوا لمطالبة أوتاوا بإلزام شركات النقل على اعتماد المزيد من الشفافيه حول المواد التي يتم نقلها عبر السكك الحديديه في البلاد فازت امس المتخصصه في الحقوق والمغنيه ستيفانا موراي في السباق على الترشح باسم الحزب الديمقراطي الجديد في دائره بوراسا مع الاشاره الى انه من المرتقب الاعلان قريبا عن اجراء انتخابات فرعيه لايجاد بديل للنائب الليبرالي الفيدرالي دوني كودير الذي قدم استقالته وهو حاليا مرشح لرئاسه بلديه موريال رسمت المسؤولة عن حماية المواطن في مقاطعة كباك ريمود سان جيرمان صورة قاتمة لانعكاسات وتداعيات الاقتطاعات التي قام بها الحزب الكيبيكي من تاريخ وصوله إلى الحكم ففي التقرير السنوي لعام 2012 2013 والذي طرح أمس الأربعاء في الجمعية الوطنية أشارت سان جيرمان بإصبع الاتهام إلى تقليص الخدمات في شبكة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مع التذكير بأنه عند الإعلان عن كل اقتطاع كانت الحكومة تشير إلى أن الخدمات الخاصة بالمواطنين لن تتأثر وهذا غير صحيح بحسب رأي المسؤولة عن حماية المواطن في كيبك. انتهى الموجز نلتقي مجددا على رأس الساعة.